وينضم لنا من لندن فنان نجم قهر كورونا، كان من أوائل الفنانين اللي انصابوا به، واليوم هو مشافى معافى، وإن شاء الله الله يديم عليها الصحة، نعمة الصحة عليه والسلامة. معنا الفنان النجم المحبوب غالب إجواد، ينضم لنا عبر السكايب من لندن. أهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا جزيلا. تحياتي لكل جمهوري والحمد لله على كل حال. الحمد لله، تفاجأت باللوك لأنه دائما صورتك مطبوعة ببالنا، أنه دائما اللحية والشعر الطويل، فهاي يعني التغييرات ورا كورونا. التغييرات شوي يعني جتي بعد ما جتنا موجة حر شديدة صارت قبل أسبوع، نعم. قلت خلي اغير شويه وهذا اللي صار. مثل ما قلت انه انت كنت من اوائل الفنانين اللي انصابوا كورونا وتجاوزتها ومرت، هي ما اريد اتكلم بالتفاصيل بس اكيد هي كانت من اصعب التجارب الصحيه اللي مرت بيها. اليوم يعني يمكن قبل 3 أشهر ما كانت الحالات بالعراق يعني وصلت هذا الرقم، اليوم لا، يعني بسبب عدم الالتزام والتقييد، واحنا ما نريد نلوم الناس، اللي صار صار، لكن اليوم هم باتوا أشد وعيا وحرصا، نأمل ذلك انه يتحاشون كورونا، هذه الجائحة. ف نعم بماذا خرجت بعد كورونا؟ والله، يعني خرجت بعد كورونا انه الانسان اخذت كثير من الملاحظات اللي كانت عندي بحياتي، اقدر اسميها سلبيه، نعم اتغلبت عليها وغيرتها. نعم منها مثلا الابتعاد عن السكريات. انا رجل احب السكريات بشكل، نعم رغم انه انا الشكر بالشاي ما احطه، بس بعد هذا اول شيء تغلبت عليه وابتعدت عنه نهائيا هو السكريات، الحلويات بانواعها، السنيكرز، المارت، يعني كل الحلويات، لانه بعد ما عرفت انه هذا العارض الصحي نعم يهبط المناعة، الجهاز المناعي، نعم فابتعدت من عند هذا اول شيء. يعني ومن صرت ثم أكثر رؤيتي حذرا. لل أي رؤيتي للكون وللعالم ولما حصل لبلدان عظمى نعم انهارت بأيام نعم بمجرد أنه وصل هذا الوباء إلى بريطانيا وإلى إيطاليا وإلى أمريكا وإلى روسيا وابتداء من الصين. نعم فيعني خلى عندي كثير من النقاط أفكر بها بطريقة أخرى. نعم الحياة عبارة عن وقت قصير، نحاول أنه نقدم العمل الصالح أكثر ما أن نبتعد عنه. نعم إذن جعلتك أكثر حرصا على صحتك، وابتعدت عن شيء أساسي الكل يحذروا من عنده وهي السكريات. يعني كانت تجربة أكيد صعبة وأنت تكلمت بهذا، لكن أنا شفت احتفالك من 21 يوم بالحجر، نقدر وأول ما طلعت أقدر طلعت بغير حالق وكأنه تريد تخلص من كل المرحلة. هو نقدر نسميه تحذير إلهي سبحانه وتعالى. رب العالمين بعث لنا رسالة إنه احذروا. نعم الموت مجرد يعني لمحة، رمشة عين. الإنسان يجب أن يفكر مرار وتكرار أنه وين وصل وش اللي حصل وش اللي بده يسوي. نعم حقيقة التغيير اللي صار بعد 21 يوم من معاناتي للمرض هو حقيقة حصل. كان عندي لقاء على أحد القنوات الفضائية، نعم فأنا من كثر ما تعبان من اللحية ومن التعب وحسيت نفسي أنه أريد أغير شيء بشكلي، نعم فرحت حلقت. وبعد 21 يوم بالضبط يوم ال22 سويت هذا اللقاء، فطلع بهالشكل هذا. طيب غالب، اليوم انت صار لك سنين عايش في بريطانيا. قبل ما اروح للسؤال، على بالي انه انتم لحد الان ملتزمين بالحجر، شو وقت راح ينتهي؟ الالتزام مستمر اهي من شهر الثالث
نعم ما عندنا هذه قصة انه ماكو التزام، لا الالتزام موجود، نعم تجمعات ماكو، اكثر من اثنين ماكو، نعم تروح بس تقضي حاجاتك الشرائية للمواد، عندك مشكلة بالمستشفى، عندك مشكلة تجيب دواء تجيبه، نعم يعني الكل تقعد بالبيت، قعدت بالبيت وانتهى الموضوع. يعني بدأ شوية شوية ينفتح، بس ما نعم انفتح هو بطريقة كاملة. اعتقد جزئيا. يوم السبت القادم ان شاء الله، يعني بعد بكرة يوم 4/7، نعم اعتقد انه راح يكون فتح للمطاعم وللبيوتي والحلاقة وكثير من الاشياء يعني، نعم ولكن نبقى بنفس الالتزام، نبقى بنفس الدقة الحرص. بالالتزام، انه نترك المترين مع بعض، يدخلون اثنين، استخدام هذه المساحيق السانيتايزر والهذه، حتى باللمس وبالكذا، لما تدخل محلات العطور ما تمسكها، ممنوع، يعني كثير من الأشياء انه تغيرت تحافظ كثير من عليه. الأشياء، تغيرت طبعا. يعني واحد مو رأسا انفتح الحظر انه يرجع لحياته الطبيعية وكأنه كل شيء مكان، لا، لكن كنا بحذر، كنا الآن حتى نتنقل كمامات ومعانا المعقمات، يعني الحياة مختلفة مو مثل قبل، يعني واحد يعترف. هو الالتزام حفاظا على ارواح الاخرين. نعم انت من تلتزم انت راح تحافظ على نفسك، وراح تحافظ على اللي حواليك، على عائلتك، على مجتمعك، على نعم اسرتك، على كل الدنيا. فالانسان لما يلتزم هذا ياتي من الوعي، ياتي من الوعي. صحيح. احنا نبحث عن الوعي. وهي الآن أصبحت المسؤولية مسؤولية كل واحد، يعني كل واحد هو مسؤول بهاي المرحلة، كل واحد هو مسؤول عن نفسه وعن عائلته، وإن شاء الله الشفاء للجميع. للجميع. أنت في لندن، الحلو أنه أنت إنسان منفتح على كل شيء، على كل أنواع الفنون، تحضر مسرح، تحضر سيرك، متاحف، مباريات كرة القدم، فهذا عجبني، هذا التنوع حلو في شخصيتك. والنشاطات الفنية هناك، يمكن أني يعني شفت بس لك نشاط وحيد سنة 2017، مشارك بمسرحية اسمها إحنا السبب. تسمعني غالب؟ اي اسمعك. أي نعم احنا سبب قدمناها للكاتبه الكبيره أحلام. الست حميده العربي، نعم وللفنانه الكبيره الست احلام عرب، نعم تحياتي لهم. بعد ما اتصلوا بي صار الاتفاق مع مجموعه من الجاليه العراقيه، الشباب الهواة، عملنا هذا العمل، وهذا العمل لاقى نجاح كبير جدا. نعم عرضناه لمده 3 ايام في مسرح تشيلسي، ولاقى نجاح لا يوصف حقيقة، وكانت تجربة عظيمة بالنسبة لي في بلاد المهجر، أن أقدم مسرحية عراقية بهذا جديرة الشكل. المسرحية، جديرة بالمشاهدة، أنا شفت يعني شفت أجزاء منها، وطبعا أدائك وتمثيلك لا يعني لا غبار عليه، الكل تحبك، وما من شك أنه أنت تتمتع بكثير من مقومات النجم والفنان الناجح. لكن ما تكررت هاي، يعني ما لك هواي، ما كثير شفت لك نشاطات فنية في لندن. ظروف الحياة في لندن تختلف، ظروف الحياة في المهجر تختلف، ظروف الحياة في أوروبا، في العالم كله، بعد ما واحد يخرج من بلده تختلف، لأنه صعب تجمعين الأشخاص حتى تقومين بعمل، نعم خصوصا بهكذا نوع وهكذا حجم من الأشخاص. يعني جمعهم، تجمعهم كانت مشكورة علي الست أحلام عرب، إنه كيف حصلنا بمساعدة المنتدى العراقي، تحياتي لهم، انه كيف انه حصلنا انه نتجمع بهذه الطريقه، ونجمع مجموعه هواة من الجاليه العراقيه المحترمه، وقدمنا هذا الشيء. يعني صعب جدا، اوروبا فعلا هي من كنت اسمع بها من بالسابق انه بلاد الستريس وبلاد الضغط والبرشر والهذي، حقيقه يعني هي ما كانت اكذوب ولا كانت شيء من الخيال، هي فعلا الإنسان بهذا العالم الأوروبي يكون التزاماته بشكل مزعجة، يعني الأسبوع يمر مثل البرق، ما أعرف شلون يمر يعني. إلا الآن من صارت جائحة كورونا، إحنا الآن من قعدنا بدينا نشوف بيتنا، بدينا نشوف عوائلنا، بدينا نشوف أسرتنا، يعني هذا الشيء الوحيد اللي كانت بفايدة من عنده من بفايدة. نعم الجائحة. طيب، يا يعني مثل ما قلت انه كورونا عطلت كثير اشياء ومنها الاعمال الفنيه، هل لو ما كانت كورونا كان ممكن نشوف لك طله بهذا رمضان اللي راح؟ حقيقة كانت لي او طلة، عمل؟ كان المفروض لي طلة من خلال قناتكم المحترمة الشرقية، نعم وحصل الاتفاق
لكن للأسف توقف هذا الشيء، مثل نسميه هو توقف إلى أشعار آخر، نعم لأنه السبب هو توقف الملاحة الجوية، رحلات الطيران توقفت في العالم نعم كله، هذا اللي أدى إلى أن احنا نتوقف. طيب الآن في أشياء تعد، لو كل شيء متوقف حتى القراءة وحتى أنا بحقيقة الشيء قراءة نصوص الهامي أقصد. الآن أنه هو العراق نعم بلدي يخلص أولا من هذه الكارثة، نعم ورب العالمين يبعد الشر والضر عن بلدي وعن العالم أجمع إن وعن شاء عباد الله. الله الصالحين، لكن بلدي بالأساس أريد أنه يتخلص من عنده ساعة قبل. بعدها الأشياء، لكل حادث حديث، أكيد هناك تحضيرات، نعم أكيد هناك أشياء وأشياء إن شاء الله في المستقبل قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله الأولوية للصحة أكيد. طيب غالب أنت غلبت المرض وغلبته ولك من اسمك نصيب، ولكن في مسيرتك الفنية أكيد مو بس أني كثير يقولوا لك أنت ما أخذت حقك كامل مكمل، يعني ما أخذت حقك، مع العلم أنه أنت تملك الكثير مثل ما قلت، ككاريزما، حضور، موهبة. يعني البارحة كنا نتناقش أنا وفراس على بعض الصور إلك، الكلمة قالت أنه أنت حتى بصورك يعني بدون ما تتكلم فهي يعني دراما، هي واحدة دراما تجدح مثل ما يقولون بالعامية. شكرا جزيلا، شكرا لك وشكرا أي للاستاذ فراس سراي. حقيقه اللي مر على بلدنا ما مر على احد، هذا أكيد مو الظروف أكيد اللي مرت على البلد ادت الى انه عرقلت كثير من المفاصل في الحياه، من عندها مفصل الثقافه والاعلام، من عندها الدراما. نعم بالعكس انا قدمت اعمال وكان لي حضور جيد على قله الاعمال، على نوعها وعلى اختيارها، لكن لكن سببت لي نجاح الحمد لله والشكر بشكل كبير، صح أخص بالذكر من عندها مع الأخ والأستاذ الكبير عمار علوان، أنه كيف وصلنا في مجموعة أعمال في 2011 2012، نعم بعدها صار عندي عمل الجزء الثاني لكني رفضت، من ثم دخلنا في موضوعة العرقلة وين صارت في 2014 إلى 2019، توقفت الدراما العراقية بالكامل. نعم هذا اللي هو أدى إلى أنه كل الفنانين العراقيين احترامي وجل احترامي لهم توقفوا، نعم والسبب اللي ما دار عليه في بلدي من نعم مشاكل حرب مع داعش وغيره وغيره نعم والتقشف وقلة المال وبعض المحطات توقفت، نعم لكن في 2019 رجعت الأمور. كان إن تحضير، كان إن تحضير في مواضيع مهمة ومسلسلات يعني قوية جدا مع الكبير والأستاذ الكبير الأستاذ صباح عطوان، أقدم له نعم كل التحية من خلال محطتكم الكريمة. أتمنى إن شاء الله أنه الحظ يكون معنا مرة ثانية مع الفنانين العراقيين إن شاء وأنا الله. معهم، وأنه نرجع بشكل وبقوة نعم للساحة الفنية العراقية من جديد. إن شاء الله إن شاء الله. أول ما ينذكر اسمك ينذكر مهادي، يعني مهادي كأنه الاسم الثاني لغالب جواد. هو مهادي يعني القصة وما بيها، أنه هذا العمل الأول كانت قصته أنا تحدثت به كثير. يعني هي هذا العمل يعني عالم الست وهيبة، هو المسلسل إلى قصة، يعني إنتاجه، هذا عرضه، تأخره، كله هو قصة. شوفي سبحان الله، أنا راح أقول شيء دائما أقوله بيني وبين نفسي، أي الراحل الله يرحمه ويحسن إليه الأستاذ عمانو الرسام الله يرحمه، مع بقية اللي راح، مع الراحل فاروق القيسي، مع كل اللي عملوا معنا في هذا العمل صغيرا وكبيرا، عملية التحضير هذا الرجل في التاريخ، لو تشوفين الأعمال، خلي نذكر عملين مع احترامي، يعني أنا ما أريد أسوي مقارنة، ولكن عملين خلينا نذكره قدمه أمانو الرسام تحت موسى الحلاق وعالم الست وهيبة. هذا الرجل من يشتغل بطريقة تحضيرية خطيرة جدا. العمل لما إحنا نحضر إليه من قبل سنة نعم أو من قبل سنتين،
يعني حتى لما تريدين تحضرين، حتى لما يقول لك تريد مثلا تطلع الى مكان، نعم يجب ان تحضر له، تشوف مثلا اكو ازدحام بهذا اليوم، اكو راح تصير مشكله، اكو فد هذه، فلازم يسوي لك بلان، لازم يسوي لك خارطه خطة. قبل ما تطلع. نعم حتى من يسالوك يقول لك يابا انت عندك موعد فلان دكتور بهذا اليوم، هل انت مسافر؟ هل انت عندك مشكله؟ هل انت عندك كذا؟ نعم عمليه التحضير من صارت عند هذا الراحل الكبير عمان الرسام، قدمت هذه العملين رسخت بالتاريخ. يعني انا الان يعني ما اعرف هذا العمل اي محطه جديده تريد تفتح مجد يعني ابوابها وتكون هذه مباشره تروح تشتري هذا العمل وتعرضه على محطتها حتى تنجح. اكون كل الاحترام للراحلين وللموجودين اللي عملوا بهذا العمل، هذا العمل حضر اليه بشكل كبير، لذلك بقى بالذاكره، ولذلك مهدي وعبود وابو جمره وزمزم وكل الذين الاساتذه الكبار الفنانين اللي عملت معاهم يعني كلهم نجحوا، نالوا اريد اقول شيء عن ايه يعني نالوا نصيبهم من الشهره وحضرتش لو بس تفكرين بنقطة واحدة. العمل لما يكون بالممثل يبحث أن يكون بطل الأوحد من البداية للنهاية، بحسب تقديري يكون فاشل، يكون غير ناجح. لما الممثل إذا يحس نفسه أنه هو كبير، يجب أن يكون معه كل الممثلين الكبار، يجب أن يكون معه كلهم أقوياء. نعم طبعا، لانه لما يقوى المقابل الضد العمل حيكون ناجح بالنهايه. أكيد. لما يكون هو وحده ويريد يكون انا دنيا من بعد يهدي، لا ما لا طبعا ما راح هو ينجح، وراح يمر وراح يروح وينكب على الرف حتى الجمهور ما يتذكر. نعم المشروب راح يدمروك، راح يدمروك. نعم يدوقف على صفحه، خلاني اسوق بمكانك. لا مصمم لا كوي مكان وينه اشو تشوله وظلمه وصايره هندس هناك اكو بيت مهجور هناك بيجي الصحراء البعيده هناك نروح ونقتل بيه. بيت مهجور هاي تاليها، هو هذا الامان تقعد ببيت مهجور مهدي؟ شو نسوي علاوي؟ شو نسوي؟ اهلنا عفونه وطردونا من البيت ورفضونا، انا انطردت من البيت بالشلاليق وانت بيت خالك سدوا الباب بوجهك. احنا نامل انه ترجع الدراما العراقيه بنفس قوتها، وانه يتم التحضير يعني خاصه هي الاعمال كلها بدها تكون لرمضان، انه يكون التحضير قبل رمضان باشهر ويكون الاعمال جاهزه حتى تقدم برمضان دون استعجال. صح، هو هذا الصحيح. انا ذكرت هذا المشهد حضراتكم حطيتوه، هذا المشهد اللي به حادثه، انه هذا المشهد من كثر ما حضرت له هذا يعني ما ممكن انساه بعمري، وانا قاعد الان ممكن امثله. فتخيلي يعني هذا المشهد من التيك الاول. الله يرحم الراحل فاروق القيسي، ما اكتفى بحيث خلص المشهد وظل ساكت، وبعدين قال، سأل الأستاذ فارس طعمة قال له غالب بيشي؟ قال له لا، قال له جاي يمثل. قال له لا تخلينا نعيده مرة ثانية، أنا ما أعرف، أنا فكرت بيشي. يعني شيء لا يوصف بهذا المشهد. ورغم أنه الحوار والجمل كانت مو بطريقة اللغة الشعرية، لكن لما يكون التحضير من قبل إلى أكيد يكون في الذاكرة، ما راح ينسي طبعاً نهائيا. طبعا طبعا، كل شيء يأخذ وقته. يعني غير عالم الست وهيبة، يعني لك كثير مسلسلات، باب الشيخ، المعادي، عندك أيضا أدوار ريفية، عندك أيضا تجربة عربية في المتنبي. يعني ما كان هناك بعد، شنو تجاربك في الدراما العربيه؟ يعني انا حسب ما اعرف هي تجربه كانت يمكن لحساب تلفزيون ابو ظبي المتنبي. نعم،
تلفزيون تلفزيون ابو ظبي قدم الى العراق سنه 2002، وكان 2001 تقريبا كانت التحضيرات للعمل في بدء في عمل في شخصية المتنبي. نعم. الشاعر الكبير العراقي. هذا العمل صور في 4 دول. نعم. صور في العراق وصور في سوريا وفي لبنان وفي إيران. نعم. هذا العمل كان بمجموعة كبيرة من الفنانين الكبار العراقيين رفقتي، وفنانين عرب من السعودية من سوريا من لبنان. وكان الطاقم الماكير والماكياج كانوا من أهم الماكيرية في العالم، طاقم إيراني. نعم. العمل عرض في شهر رمضان 33 حلقة، ويمكن 33 حلقة على ما أظن، على ما أذكر. أي سنة كان؟ تذكر أي سنة كان؟ 2002. وكانت لي تجربة ثانية عربية مع الأستاذ، نفس الأستاذ المخرج الأستاذ فيصل الزعبي، تحياتي إليه. نعم. من الأردن. كانت لي محطة ثانية في فيلم روائي اسمه جميلة. نعم. هذا العمل لاقى نجاح كبير. نعم. وكان باللهجة الأردنية. نعم. وشاركني به بعد أبطال من الفنانين الأردنيين، تحياتي لهم. هذا العمل فاز بجوائز عالمية. نعم. شارك بجوائز أوروبية وفاز بها. يتحدث عن قضية الشرف. نعم. هذا قدم عملت فيه في سنة 2004. نعم. وبعدها 2006 اشتغلت عمل سارة خاتون للشرقية، هذا اللي أذكره، هي متقطعة الأشياء. نعم نعم. وبعد هذه الأعمال العربية ما صارت فرصة أخرى حتى تشتغل عمل عربي أو تشارك به؟ أنا حقيقة يعني الأعمال العربية كان المفروض أنه أعمل الزير سالم مع الأستاذ سلوم حداد مرة ثانية. نعم. لكن أنا رفضت. ليش؟ هذه لأول مرة أقولها. قرأت النص، النص كان مو بمستوى أنه أنا قدمت المتنبي في المتنبي. نعم. في مسلسل المتنبي أولا. كان الدور يعني أقل شأنا من أن أخذ الدور الثاني المفروض يكون أعلى. طبعا طبعا تبقى على نفس المستوى طبعا. يعني أنا أبحث أنه أطلع إلى فوق، ما أنزل إلى تحت. فاللي حصل أنه حسيت أنه أنا راح أكون في منطقة واحدة. نعم. أو راح أحجم، فقلت خلي أبتعد من الموضوع وبكل بساطة. نعم. اعتذرت من عنده وقلت له شكرا أستاذ، ممكن نلتقي في عمل ثاني، أنا ما حبيت أن أكون في هذا العمل، وحصل اللي حصل. يعني ورغم أنه العمل هذا في ذاك الزمان المتنبي، أنه إحنا من عملنا، أنا ما ذكرت على ما أريد أتذكر، أنه كانوا معي برفقتي فنانين كبار الآن لهم. نعم. بالمستوى تيم الحسن، مكسيم خليل، وائل، عامر علي. نعم. كثير كثير من الشخصيات، عابد فهد، تحياتي لهم واحترامي، جل احترامي لهم، فنانين. نعم. كبار عرب ومن سوريا. طيب غالب، مخرج لو جت الفرصة وتشتغل سينما، رشح لي اسم مخرج واحد حاب هو يقود العمل. والله أنا الآن حبي يتوجه ومنظوري كله لمخرج عراقي عربي عالمي أقدر أسميه. الأستاذ الشاب أسميه المحنك، وهو شاب الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، ياسر الياسري. شاهدت عمل إلى اسمه 122، عمل مصري. أي عمل قدموه من على أبليكيشن نتفليكس. هذا العمل أذهلني. شفته جميل جدا. أنا حضرت العرض الخاص كان هنا وأبهرنا حقيقة، وهيك حسينا بسعادة كبيرة إنه مخرج عراقي، وكانت هي بتقنية حديثة، كانت تقنية لأول مرة تستخدم في الأفلام العربية. يسعدني ويشرفني أن أكون مع ياسر الياسري الأستاذ المخرج الكبير، لأنه رجل بروديوسر، دايركتر، رايتر. طبعا لأنه السيناريو هذا والحوار الموجود بالعمل ما ممكن بهالطريقة أنه يقوم به مخرج غير محنك. هذا الشغل لو أي واحد، أنا أدعو كل الناس أنه تشاهد هذا الرجل العراقي
كل الاحترام انه شلون اشتغل على طريقه أي. الصدمه والترقب وانه يخلي الجمهور طبعاً. يخليني انا خلاني انه انا ما قعدت بهاي الطريقه انا قعدت بهاي الطريقه انا قدمت نفسي نعم. لانه ما قدرت اترك فريمه واحده من من نعم. التشويق ومن الترقب وهذا هذا شغل أنا وياك كنت أتمنى غالب لو أنت كنت موجود ويانا هنا بصالة السينما من كان العرض الأول وسعادة الناس وكلها مشدودة اللي راح يصير ومو غريبة على المخرج ياسر هو بدأ بكليبات يعني هو على عمره الصغير كان كليبات فخمة وبعدين تدرج إلى أن وصل للسينما حتى لا يضيع من عندنا الوقت لأن يقولوا لي الوقت كلش ضيق وأنا عندي هواية أسئلة خلينا نحكي عن صوفي فخرا فضل. فخرا للعراق ان يكون عندنا مخرج بهذه الامكانيه فخرا للعراق انا افتخر حبيبي صدق ياسر وعندنا اسامي كبيره بس هو محتاجين انه الفرصه هو راح سوى عرض خاص ببغداد على فكره بعد يعني غياب راح هناك وقدمه بالعراق كان صح. هناك احتفاء سمعت. كبير به طيب خلينا نحكي عن صوفي ما توقع من الوقت صوفي الشغل الشاغل والحب الاول والاخير صوفي هذا سبقتني هذا التدي مع صوفي هذا التدي مجرد ألمسه وانا كنت مريض هذا هدت لي وانا كنت مصاب بالفيروس هذا التدي كنت احطه يمي وانا انام طبعا انا ما كنت انام انا انام على هاي الصوفه اللي ورايا انا كنت انام وانا قاعد لانه ما كنت اقدر انام لانه اذا انام انا كنت اشاهد فكنت هذا اخلي ايدي عليه لوهله بس اخلي ايدي عليه خلاص انا شعرت بالنعاس وهذا هو كان اغلى شيء قدمته لي صوفي بهذه المرحله اللي مريت بها من 21 يوم وهو اللي هو الهمني يمكن الهمني الحياه الهمني الحب الهمني انه البقاء وكيف ان اقاتل هذا الفيروس وتخلصت من عنده فحبي وقلبي لها صوفي هي صوفي بالسين بس انا لانه بالعربي يقول صاد الله يحفظها لك احنا الان بدنا نشوف صوره هاي لاول مره الناس تشوفها نعم صور لاول مره الناس تشوفها طبعا ما شاء الله انا كبرانه ايش قد عمرها هي الان عمرها 9 في شهر 8 تصير 10 ان شاء الله العمر كله ان شاء الله جميع يعني هي الفترة شو شلون ساعدتك وانت ابتعدت عنها حرصا اكيد عليها اي وعلى هي كانت هي كانت الدكتور الاول الي الله يحفظها الله شو تحدثنا عن صوفي شنو هل عندها ميول فنية بشنو تناقشك لان انت قلت انه فترة كورونا وفرت وقت اكثر مع العائلة انا احسها تطلع رايتر دائما انمي بها ايديها الرسم انمي بايديها انه كيف ترسم هي تحب الرسم وبنفس الوقت هي تحب ان تكون تكتب ذاك اليوم قالت لي انه انا اريد اكتب قلت لها اوكي فتحت لها الايباد وظلت تكتب اكو برنامج نزلته لها فمارست الكتابه بطريقه يعني قلت لها اوكي انا كل شيء تفوت بي اقول لها اوكي وانا مي عندها واخليها انه تمشي بي نعم حتى اشوف موهبتها وين تكون حلو يعني وياي هي دائما بال بكل شيء يعني بالسباحه وياي انا علمتها بالرياضه تحب تطلع وياي حتى بكره القدم وياي من نطلع نسوي ريال مدريد هي تشجع هي شجع وياي ريال مدريد وياك. شجع وياي تشيلسي ودائما تسالني تقول لي منو هذا اقول لها فلان اقول لها بس عندي المشكله الوحيده انه هي لان عايشه هنا ولان ولدت هنا اللغه العربيه مالتها شويه مكسره بس انا يعني واحده من الفوائد اللي حصلتها من الجائحه انه قالت لي انه احنا بدينا نتعلم العراقي اكثر بتلاقيت ممتاز وهي اخذت الموهبه منك انت ترسم تتذكر من رسمت لنا شجره حلوه بالضبط والتفاصيل بالضبط انا احب انه اشوفه وين عندها موهبه اغذيها اكثر اقول لها اوكي واشجعها حتى يطلع من عندها اكثر حلو هذا اللي احنا نريده من الاباء انه يشوفون اولادهم بشنو هم حابين ومرتاحين له ولا بس انه يجرب يعني حتى لا نملي عليه شيء يسوي انه انت لازم تكون تطلع هيك لازم تكون هيك مو هيك ف حلو هاي الاسلوب وحلو هذا التعامل مع بنتك انت بس عندك صوفي
أنا بس عندي صوفي والحمد لله، وهي أقدر أسميها يعني تجربة، وتجربة مباركة خصوصا للفنان. الفنان إذا تعددت، أنا بالنسبة لي يعني إذا تعددت عند الأولاد والكذا يرهق أكثر، يتعب. خليك مركز، خليك مركز ويا صوفي. بس لأنه الـ 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 الأولاد شيء صعب جدا، مسؤولية خطرة 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 جدا. طبعا طبعا طبعا. اليوم في كثير شباب وشابات يريدون يدخلون بالمجال الفني، ولكن عندهم بعض المحاذير. انت من تجربتك اليوم شنو النصيحة تقدمها لأي شاب أو شابة تحب أنه تدخل في هذا المجال أنه تمثل؟ مش تنصحهم وشنو تحذرهم من عنده؟ أن, 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 أن يقرأ، أن يسمع، أن ينظر. نعم. هذني لازم يشغلهن عنده، لازم تشتغل عنده هذه الحواس بشكل كبير جدا. أن يستمع أولا كثيرا، وأن لا يتحدث، أن يسكت، يسكت يسمع ينظر. هذا هو المفروض أن اللي يسويه. أما هذا المستوى الشباب والشابات، لأنه هذا راح ينطي خزين، هذا راح يخليه ينمي عقليته ويوسع عقله بشكل كبير. نعم. بالنسبة للشابات على مستوى التمثيل، أذكر شيء واحد، أنا آسف بس هذا ضروري جدا أنه يخلوه بعين الاعتبار. بما أنه الآن إحنا الدراما عندنا بعده قاعدة تتخبط بشكل أو بآخر، والسبب يرجع مو للفنانين وإنما يرجع للآلية والمنظومة بأكملها. الشابات يجب أن إذا هي حابة تفوت مجال التمثيل، أول شيء يسوي تترك عمليات التجميل. لأن عمليات التجميل لدى الممثلة الشابة وهي عمرها 20 سنة كارثة. لأنه هذا راح يغير تعابير وجهها. نعم صحيح. وما راح تطلع بهذه الطريقة، ولا راح تقدر تأدي، ولا راح تنطي الحزن حزن، ولا الفرح فرح، ولا هاي. لأنه جولي روبرتس تقول أني ندمت على أنه سويت الفيلر، وصار عندي مصدر الدهشة في وجهي أكثر من اللازم. صحيح. تعبت كثيرا. صحيح. فهذا كله دا أشوفه على التلفزيون، من تطلع لا تطلع أنه تطلع جميلة، خلي تطلع هي نفسها. نعم. تترك التجميل لأن هذا راح يبهذلها. ما راح تقدر تعبر نهائيا نهائيا. نعم نعم. طيب سؤال أخير، أنت شفيت من الكورونا، لكن كانت لك طريقة خاصة بالشفاء، ممكن إنه هذا اللي راح تقوله رسالة مهمة لكل الآن اللي مصابين بالكورونا، يعني أتمنى بشكل سريع لأنه داهمنا الوقت. أول مرة أنه نكثر من أكل الثوم، البصل، الخضار الأخضر اللي هو الكرفس والبقدونس والكراث والهذي، تبخير بجدر نحط بيه ماء، ونحط الخاولة فوق راسنا ونستنشق التبخير مالت الماء لمدة 5 دقائق بين الثواني. نعم. إلى أن تتعرق. الغرغرة صباحا ومساء. نعم. بالماء والملح أو شاي وملح. نعم. والملح يكون أكثر. عدم الذهاب إلى المستشفى. نعم. عدم الذهاب إلى الدكتور، لأن الدكتور من راح يقول لك أسوي لك مسحة ومفراز وانطيك فيتامين وزنك، هذا خطأ، لأنه هذا ما بي علاج، وإن اكتشفت نفسك مريض هذا ما بي علاج، لأنه أنت جاي تصرف فلوسك. وللأسف أكو دكاترة مع احترامي لهم يشتغلون على المنطقة الربحية، مثل ما خابرني الآن صديق قال لي يابا حتى الدم يبيعوه، اللي يتبرع بعض من عندهم للأسف. نعم. يبيعوه 40 ورقة و30 ورقة. فهذا الموضوع كله غلط. أول ما تحس نفسك عندك مشكلة بالحنجرة وبالأنف، تقعد بالبيت. إلا تشوف مثلا عندك أزمة التنفس صارت فد مرة، تخابر قبل ما تروح. يعني قصدك هو هاي المؤشر أنه في شيء لازم يتأكد من عنده، من تصير عنده أزمة. تحس نفسك أنت فقدت طعم الأكل وحاسة الشم، انت عندك هذه بدت، واول مرحله تصير عندك الحنجره، يصير بها شيء مثل الايعاز، يجيك مثل النتل الكهرباء، الصعقه الكهربائيه تجيك مثل النغزات. نعم. هذه هي اللي ايش اسمها، تتخلص من عندها، تترك الحلويات بالكامل، تاكل الاكل الصحي، تكثر من شرب الدوافي، منها الدارسين والنومي بصره والزنجبيل والكركم. نعم. والليمون والعسل، هذا كله المفروض تشتغل عليه، لأنه أنت
ما راح تتخلص من هذا المرض من علاج طبيب ولا من مستشفى. انت راح تتخلص من عنده من قعدتك بالبيت واكلك الصحي وتترك الحلويات بالكامل، هذا راح يساعد عندك الاميون سيستم والجهاز المناعي مالتك راح يشتغل بطريقه صحيحه ويكافح المرض. واهم شيء تترك السوشيال ميديا، تترك التلفزيون، تترك الاخبار اللي تنقل لك الموت، لانه هذا يهبط عندك الاميون سيستم. تترك كل شيء اسمه اخبار واخبار سيئه، تروح تشوف مسرحيات احسن او افلام لانه راح تطلع لي فوق، وتترك الناس الكبار، انا اسف طولت، تترك الناس الكبار اللي هم عندهم ازمات صحيه، هم لهم الاولويه يروحون للمستشفى، مو انت اللي عمرك 50 سنه او 40 سنه او 30 سنه. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى الكلام هذا الحلو من حضرتك. وشيء احنا بدينا البرنامج ويا القديره فوزيه حسن ونهينا بالنجم غالب، اثنيناتهم شفوا من كورونا، استفادين كثير من تجاربكم، والاثنيناتهم اكدوا على الناحيه النفسيه والابتعاد عن كل ما من شأنه انه يقهرنا ويحزننا، ومثل ما قال غالب انه الاخبار السيئه ونسمع اخبار الوفيات. الشكر الجزيل لك، والله يحفظ لك صوفي، وان شاء الله نلتقيك في اعمال تنور بها الشاشات العراقيه. شكرا لك. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، وشكرا للاستاذ فراس السراج، وشكرا لكل العاملين في محطه الشرقيه، ممنون، وتحياتي لجمهوري اينما كانوا. شكرا جزيلا.